عقد كابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق الاول لكره القدم لنادي الزمالك جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وقدم كابتن معتمد جمال التحيه للاعبين على المجهود المبذول خلال الفتره الماضيه، وتمنى ان تكون الراحه السلبيه التي حصلوا عليها ان اتت بثمارها حتى يكونوا على اتم الجاهزيه للفتره المقبله. وطالب المدير الفني من اللاعبين ضروره استغلال الفتره الحاليه والعمل بكل قوه والتركيز في التدريبات. وفي نهايه الجلسه شرح كمان المدير الفني البرنامج التدريبي للفريق خلال مران اليوم. النهارده ومع عوده فريقنا للتدريبات كان كابتن معتمد حريص على متابعه اخر اخبار التاهيل الخاصه بالمصابين علشان يحدد البرنامج الخاص بيهم بعد العوده للتدريبات، والزمالك هيفتقد لعدد من اللاعبين في الفتره الاخيره بسبب الاصابه. يعني مثلا كان غايب عنك حسام عبد المجيد ومحمود علاء ومصطفى شلبي للاصابه، وكمان محمود حمدي الونش واللي فتره الاعداد الحاليه طبعا هتكون مثاليه بالنسبه له عشان يقدر يرجع يشارك مره ثانيه ويكتسب فورمه المباريات او حساسيه المباريات من خلال متابعه اخبار تاهيل المصابين. الجهاز الفني كمان بيقدر يحدد البرنامج التدريبي اللي هيقرره للاعبين.